الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم مع درس جديد من دروس الرخصة الإيطالية من الألف إلى الياء. اسمحوا لنا في البداية نرحب بحضراتكم، ويا ريت لو مش مشترك في القناة تشترك الآن وتفعل زر الجرس عشان يوصلك إشعار بكل الفيديوهات الجديدة، ويا ريت تشير الفيديو عشان المعلومة توصل لكل الناس، ولو عجبك الفيديو ما تنساش تسيب لنا لايك وتعليق أسفل الفيديو. يلا بينا نشوف درسنا النهاردة، ما زلنا مكملين مع سلسلة كلمتين وبس. سلسلة كلمتين وبس، سلسلة بنتعلم فيها حل الأسئلة بكلمة واحدة أو بكلمتين. السلسلة دي بتهم في المقام الأولاني الناس اللي ما عندهاش لغة. لو ما عندكش لغة ما تخافش، هخليك تحل الأسئلة بكلمة واحدة أو بكلمتين. مع بعض ندخل ونشوف إشارتنا النهاردة وإزاي أقدر أخليك تحلها النهاردة بكلمة أو بكلمتين. أدفرسامينتو تشيكلابلي، معبر الدراجات الهوائية، أدي إشارتنا النهاردة. أدفرسامينتو تشيكلابلي، معابر الدراجات الهوائية. الإشارة دهيت عشان تقدر تحلها لابد إنك تعرف الكلمتين دول. إيه هما؟ أدفرسامينتو، أتريفرسامينتو، أتريفرسانو، أتريفرسامينتو، أتريفرسانو. كلمتين اتنين زي بعضهم بنفس المعنى، يعني معبر أو عبور. لقيت كلمة اتريفرسامينتو فيرو، لقيت كلمة اتريفرسانو فيرو. أي كلمة من الاتنين موجودين مع الإشارة دهيت هقول له فيرو. الكلمتين الاتنين زي بعضهم بنفس المعنى، يعني عبور أو معبر. يلا مع بعضنا ندخل ونشوف الأسئلة وإزاي أطبق الكلام ده على الأسئلة عمليا. نشوف مع بعضنا كده السؤال الأولاني. طبعا أنا محتاج أدور على كلمة إيه؟ اتريفرسامينتو، اهي اقول له فيرو. رقم اتنين اتريفرسامينتو فيرو. رقم تلاتة اتريفرسانو نفس المعنى فيرو. رقم اربعة اتريفرسامينتو فيرو. السؤال الخامس اتريفرسانو فيرو. رقم ستة اتريفرسامينتو او اتريفرسانو مش موجودة يبقى فالسو. سبعة مش موجودة كلمة من الاتنين فالسو. تمانية ادور مش موجودة اقول له فالسو. تسعة مش موجودة كلمة من الاثنين أقول له فالسو. السؤال العاشر أتريفرسامينتو أو أتريفرسانو مش موجودة يبقى فالسو. كده أنت حليت كام سؤال؟ حليت 10 أسئلة. حليتهم بكم كلمة؟ بكلمة واحدة أو بكلمتين. أتريفرسامينتو، أتريفرسانو. شكرا لكم على حسن الاستماع وعلى حسن المتابعة، وحتى ألقاكم في درس جديد لكم مني أطيب المنى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.